أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع
يشفأ عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah akan melindungi orang-orang yang beriman kepadanya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dunumati ilan nur. Allah akan keluarkan manusia dari lembah kesulitan, dari lembah kegelapan menuju cahaya, menuju puncak kemenangan. Mari berdoa hamba-hamba Allah. Ya Allah, keluarkanlah hamba dari kegelapan ini, ya Allah. Angkatlah hamba dari kesulitan ini, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawi, ya Qahar, ya Jabbar, ya Azim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma Rabban Nas, adhibil ba'sa. Wahai penguasa manusia, angkatlah penderitaan ini. Wahai penguasa manusia, angkatlah kesulitan mereka. Allahumma Rabban Nas, adhibil ba'sa. Isfi wa anta syafi. Sesungguhnya seluruh kesembuhan itu berasal darimu. La syifaan illa syifa'uk. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang darimu, ya Allah. Syifaan la yughadiru saqama. Sembuhkanlah, sembuhkanlah kami dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang disentuh dadanya hamba Allah. Disentuhkan dadanya, semoga Allah sirnakan sihir-sihir yang menyelimutinya, baik sihir setan ataupun sihir dunia ini. Semoga Allah Ta'ala ringankan, lapangkan dadanya. Ya Basit, Ya Basit, wahai Engkau yang maha luas, lapangkanlah dada kami ya Allah. Ya Syafi, wahai Engkau yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah luka di dalam dada ini ya Allah. Sebutkanlah penyakit-penyakit di dalam dada ini ya Rahman. Tambahkanlah kebaikan-kebaikan dan angkatlah keburukan-keburukan. Lembutkanlah, tenangkanlah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penyejuk hati kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sekarang hamba Allah tepuk-tepuk ringan di dada tersebut atau di area-area yang Anda rasa tidak nyaman di tubuhnya, sambil tetap fokus simak bacaan Al-Qur'annya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Baik,
setelah selesai, sekarang hamba Allah yang terakhir, ya saya baca surah Al-Fajr ini untuk menenangkan jiwanya, meleraikan, merelakskan tubuhnya, duduk nyaman, ya duduk nyaman, duduk rileks, dan ini adalah untuk tubuhnya, ya semoga Allah Ta'ala renggangkan otot-ototnya, syaraf-syarafnya, Allah lapangkan dadanya, Allah sirnakan ya rasa tidak nyaman di kepalanya, di seluruh tubuhnya, biidznillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalil 'ashr was-safi wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhijr alam tara kayfa fara rabbuka bi'ad iramadatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu as-sahra bil wad wa fir'auna lil awtan alladhina taghaw fil bilad fa asaru fiha al fasad فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تهاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Baik, hamba Allah, sekarang angkat kedua tangannya, dua menit terakhir ya. Mari kita baca Ikhlas, Al-Falaq dan Anas dengan penuh keikhlasan dan penuh keyakinan. Semoga Allah lepaskan seluruh penyakit di tubuh ya. Silahkan ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tiupkan di tangannya, usapkan di wajah dan seluruh tubuh, insya Allah.